المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا التابعة لرئاسة الأركان العمل للجيش الليبي يقدم من الخط الأمامي لجبهة الوطية. السلام عليكم ورحمة الله. أحد أفراد المتواجدين هنايا في محور الوطية من اتجاه العسة. طبعا الجبهة والحمد لله رب العالمين، الشباب معنويات مرتفعة، الأمور طيبة، نطمنوا أهلنا وناسنا، أمورنا 100% وبخير والحمد لله رب العالمين. وهي ما إن شاء الله كذي ساعات للصبر، ساعات صبر، وبإذن الله النصر قريب. بلادنا يعني إذا طلعنا لا لخاطر فلوس، لا لخاطر شيء، يعني قاعدين هنا في الصقع وفي كل شيء، ما على خاطر إلا ليبيا بلادنا، مش على خاطر أي حاجة. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في ربا. نقول كلمة لحفتر وأزلامة، إن لو كانوا وكان هو راجل صح يجي يضرب التوار هنا اللي في الجبهات، مش يضرب في المدن والأماكن الحيوية. والله نبو ليبيا تعمر، ونبو ليبيا حرة، ونبو ليبيا إن شاء الله بإذن الله ما فيهاش زلام، ما فيهاش واحد يسرق بترول، ما فيهاش واحد يسرق مش عارف شني، ما واحد مش عارف شني، نبوها كلها ما شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هتعدل ليبيا، وإن شاء الله شوية صبر بس، الله أكبر، وشوية صبر للشباب، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله إلا ما نبدو منكسرين بإذن الله تعالى. ونقول لها كلمة، إن شاء الله حتكون نهايتك زي نهاية صديقك القدافي إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما تركوش بمكالاتهم إلا من أجل بناء ليبيا يعني، وحفاظ على الأمن وحفاظ على استقرار هؤلاء الناس. كان هذا الواحد يعني في اللي جاي من 300-400 كيلومتر ومسيب أخوته وأهله وصغاره كلها من أجل بيش؟ من أجل بناء ليبيا. والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر. دم الشهداء ما يمشي شباب، حاليا احنا على مشارف موطية وجايينهم جايينهم، مهما يمشوا لاحقينهم، وين ما يبوا الأزلام عدو تاع يعني جيش القبائل ومش عارفين الموجودين هنا. احنا شفنا يعني منهم، لقينا صور القدافي عندهم ومش عارف مني، وزي ما يقولوا جيش ما جيش، والله ما رينا لا جيش لا شيء، شاديين ومن جميع جنسيات العالم تحارب معاهم هم، واحنا ما معناش الا ليبيين. العبيد كالعبيد لا نريد. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر، الله اكبر. رانا ليبيين، رانا مسلمين، راهو الوقت الحالي رانا نقاتلوا في بعضنا، بس بإذن الله احنا على حق وانتم على باطل. نطلبوا منهم الآن التراجع، سيبوا المقبور هذا في حاله، وبإذن الله العفو راهو بين الليبيين حيصير، حنا نتسامحوا بعضنا، لكن رانا نبنوا دولة. بلا اخواننا في الزنتان يا راجل يشدوا اولادهم ويشدوا، احنا ليبيين في النهاية لبعضنا وناس ناس في النهاية ليبيا، يضحك علينا أجنبي ولا يضحك علينا، في الأخير من اللي خاسر؟ خاسرين الشباب. راه مناش رانا اللي يقولك داعش والله إخوان والله مش عارف شنو هو المسميات اللي يسموا فيه، لا بالعكس، لا رانا مسلمين، إسلام إسلام وسطي، مناش إسلام متشددين، وعايشين بدخاننا بهدرزتنا بكسادنا، تلبيني بنعيش حياة بسيطة جدا جدا، حياة المطلوبة. ليش نتحاربوا في بعضنا؟ ارمي سلاحك وتعال يا رجل ارجع بيتك. ما عندناش اي علاقه لا بش لا بانصار شريعه ولا بداعش، ولا تاخذوا الكلام الاعلامي هذا اللي يدولنا عليه واللي يكلمونا فيه. رانا احنا ناس توار، وناس نبوا نظام ليبيا، ونبوا تريح ليبيا، ونبوها ليبيا حره ابيه باذن الله. رايه ترفرف، رايه تسرف، ورايه يا ينصرنا وينصر توارنا في ليبيا، في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب يا رب العالمين، قولوا امين. بس المقبور والله حيلحق حفتر باذن الله، حيلحق حفتر والمجرمين اللي معاه باذن الله حيلحقوه. اما باقي افراد نتكلم عليه مثلا نقول الزلتان، الزلتان رانا ماناش اعداء للزلتان، والله ما انا اعداء للزلتان، وعندنا فيها اصدقاء وعندنا فيها ناس. نتمنى الان من اهالينا في الزلتان، التواصل مع شبابهم اللي هم لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي هم طغوا واللي هم في الارض، انتم في الارض فسادا، ارجوهم ورانا البعض. احنا كما بدينا فيها من 17/2/2011 حنكملوها 2014،
ونقولهم حتى لو كان تقعد ب 2015 احنا قاعدين ان شاء الله ومكافحين وقاعدين اهو على التبة وعلى الطابية، وباذن الله تعالى مناش مولين لاخر رمق لينا. ليبيا نريد ان تكون ليبيا واحدة تسعى الجميع اعطاء الحق لكل ذي حق حقه ورفع الظلم عن المظلومين وان يعيش الناس سواسية. فين ياسر من الدم، ياسر من الهم والغم، ياسر من السلاح، نبوا الحوار، نبوا الامن والامان لبلادنا، نبوا بلادنا تامن بالامن والامان والتقدم والازدهار. ان شاء الله تكون ليبيا في مستقبل، ليبيا الامن، ليبيا السلام، كل واحد يرجع لقرايته وتكون ليبيا مستقله، ما فيهاش لا سلاح ما فيش اي شيء، ونكونوا قصدي تمشي من بنغازي من زوار عند بنغازي الامور 100%، ما تاخذش معك لا سلاح ولا اي شيء، وان شاء الله يعني الحمد لله اولاد ليبيا ونقاتلوا برواحنا هنا ونموت الا على ارضنا باذن الله. الله اكبر. جيش القبائل تواصل عمام ونقول لهم ارجعوا لحشانكم، ارجعوا لحشانكم، عليكم الامان ارجعوا لحشانكم، لأن والله باذن الله باذن الله رانا منتصرين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.